السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة. قبل فترة طبعا كما شاهدنا زرعنا بذور الفول في هذه الفلينة الفوم الصغيرة، وشرحنا لكم أن هناك طريقة جديدة في زراعة البذور، وهي تختصر أقل شيء يومين أو ثلاث أيام من عملية يعني استنبات الثمرة أو البذرة، وهي عبارة عن النقع، نقع مثلا البذرة في الماء لمدة 24 ساعة. الآن هناك مثل بسيط يعني جدا، هذه حبوب من اللوبيا والفول، طبعا نتركها 24 ساعة، ولو زيادة مثلا لو زيادة كمان نصف يوم يعني تصير مثلا مدتها 30 ساعة 32 ساعة لا بأس، يعني منجيب نفس الثمر نفس البذرة آسف بذرة الفول ننقعها في الماء لفترة 24 ساعة أو زيادة كمان 12 ساعة ونترك الميزة هاي يا إخوة. طبعا المستخلص الرطوبة التي ستكتسبها البذرة خلال ممكن يوم أو يومين أو ثلاث تختصرها في يوم واحد، يعني بدون ما البذرة تترطب وتترنخ وتصبح جاهزة لإخراج الجذر والبرعم الصغير، تكون جاهزة خلال يومين في هذه الطريقة، خلال يومين، ومن ثم تحتاج أيضا إلى يومين ليبدأ التجذير والبرعم. فهذه الطريقة تختصر الوقت الذي نحتاجه، تختصر من يومين أو ثلاث أيام من فترة استنبات البرعم أو الجذر. وشكرا جزيلا لكم، أرجو أن يعني تطبقوها وستشعرون بالنتائج بشكل ممتاز جدا وبشكل فوري، وشكرا جزيلا لكم.